يقول هل يجوز المشاركة في المسابقات التي تكون المشاركة فيها بإرسال رسالة نصية قيمة الرسالة نصف ريال، بعد ذلك يدخل المشارك في السحب؟ لا، في هذه الحالة لا يصح، فهذا من القمار، لأن المشترك إنما يطمح أو يطمع في أن يحصل على الجائزة، فيدفع بعض المال ولو بدا له أنه قليل من أجل الحصول على المال الكثير. هل يحصل على ذلك أو لا يحصل؟ هذا هو القمار المنهي عنه. فبهذه الصورة الموصوفة في السؤال، هذا النوع من الاشتراك في مثل هذه العروض لا يصح شرعا، والله تعالى أعلم. طيب، إذا تأكد لديه أن تلك الأموال التي يرسلها وهي قيمة الرسالة النصية لا تدخل في قيمة الجائزة، إنما نعم، الجائزة تتبرع بها جهة أخرى، بقي أنه يشارك في ماذا؟ هل لغرض الحصول على الجائزة أو هناك مسابقة معينة، هناك منفعة معينة يتحصل عليها؟ هذا السؤال يقول بأنه يرسل رسالة من أجل أن يدخل فيها السحب، فهذا يعني أن المقصود هو الجائزة، وطالما أن هذه الأموال كل المشتركين هم الذين يدفعون، فصفة أو وصف القمار متحقق فيه. نعم. سؤال آخر من الأخ أبو عمر على الحكاية، هو شخص لا يريد أن يفرح بالعيد ولا يريد أن يرتدي الملابس الجديدة فيه، وذلك بسبب أن والده قد توفي قبل مدة وهو يريد أن يطيل الحزن عليه، هل يصح هذا؟ لا يصح له هذا، وهذا ليس بحزن، هذا تصنع للحزن، طالما أنه يعني حسب ما ورد في السؤال يريد أن يطيل الحزن عليه، فهذا يعني أنها مشاعر متحكم بها، وليس هذا هو الحزن. الحزن هو ما يعتري القلب من أسف وانكسار نفس على فوات عزيز أو على مصيبة أو بلاء أصابت هذا الإنسان، والمطلوب من المسلم أن يصبر وأن يحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى، وأن يواجه صنوف البلاء بالصبر وباليقين في الله تبارك وتعالى وحسن الظن به، وعلى إخوانه أن يواسوه تسلية له وتصبيرا وتثبيتا. أما أن يعمد بنفسه إلى إطالة الحزن فهذا ليس من أخلاق هذا الدين، وهو غير معهود لا سيما عند الرجال، ولذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما تحدث عن الميت والحزن عليه نهى المرأة أن تحد على رجل إلا على زوج فوق ثلاث، قال إلا على زوج 4 أشهر و10، فلأنه بطبيعة الحال أن الرجال أو بطبيعة الرجال أنهم يتمكنون من التحكم في مشاعرهم أكثر من النساء، فجاء الخطاب موجها إلى النساء، وإلا فمن حيث المعنى فهو عام، لا يصح للإنسان أن يتعمد إطالة الحزن لا سيما إذا كان يدفع عن نفسه وسائل السلوان والتسلية والصبر والتصبر، فعلى هذا أن يتوب إلى ربه تبارك وتعالى وأن يتصبر وأن يحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى. وأي إنسان في هذه الحياة يمكن أن يكون خلواً من الابتلاءات فارغا من المصائب، فكيف يدخل نفسه في سجن الأحزان التي يمكن أن تكون بعد ذلك أي حالته تلك مدخلا للشيطان ووساوسه وللنفس وأهوائها، فيخرج إلى حد القنوط واليأس من رحمة الله تبارك وتعالى، أو التقصير في حقوق نفسه وفي حقوق إخوانه، بل يمكن أن يقصر في حقوق ربه جل وعلا بالتقصير في ما أمر أن يؤديه أو أن ينتهي عنه، ولذلك عليه أن يحذر وأن يحتسب الأجر من الله تبارك وتعالى، وأن يدرك حقيقة هذه الحياة الدنيا، وأن الإنسان عرضة للابتلاءات، إلا أن شأن المؤمن أنه فيها يصبر ويحتسب ويرجو الثواب من الله تبارك وتعالى، كما أنه إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، والله تعالى أعلم. نأخذ مكالمة أخرى، أحد الإخوة يتصل بنا من الحرم المكي على ما أظن، تفضل، من معنا؟ نافع الهنوي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ سؤال واحد لك. الله يبارك، تفضل. الله يبارك فيك. الله يصبر عليك. رجل مسافر لم يتمكن أداء صلاة الظهر وأذن عليه وهو في الطواف وأقيمت صلاة العصر، فماذا يفعل في هذه الحالة؟ هل يصلي معهم العصر ثم الظهر؟ وهل تسقط سنة ركعتي الطواف؟ طيب،
إن شاء الله. واضح سؤال شيخ؟ هو أن يصلي الظهر عفوا. متى كان ينوي أن يصلي الظهر؟ هو مسافر وأذن عليه كله بالطواف، ما ناوي يصليها بس ما تمكن بسبب الزحام. لماذا أخر الظهر هو يعني؟ لماذا لم يصليها قبل أن يدخل في الطواف؟ هل هناك يعني ظرف معين أو سبب معين؟ لا، هو بسبب أنه بقى يخلص لأداء العمرة، يعني مناسك العمرة، ينهي الطواف فأخر ثم فأخر الصلاة ولم يدخل لهذا السبب، وسبب الزحام يعني. تسأله سؤالا آخر؟ لا، لكن هذا أوقع نفسه في بسبب جهله في هذا الخطأ. نعم. يعني كل ما ذكره ليس بسبب، يعني لا الطواف يمنعه ولا دخوله، كيف تمكن من الطواف ولم يتمكن من أداء ركعتي الظهر؟ نعم. الحاصل سنجيب عن سؤاله إن شاء الله. نأتي إلى أسئلة الإخوة. ناخذ سليمان الغفري، تفضل أخ سليمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم دكتور؟ الحمد لله، نشكر الله، الله يبارك فيك. بارك الله فيكم. تفضل أخ سليمان. عندي سؤال واحد لو سمحت. تفضل. ذكر الله سبحانه وتعالى الاستغفار في سورة نوح، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار، إلى آخر الآيات، وفي مواضع مختلفة في سور مختلفة ذكر الاستغفار. كيف يكون هذا الاستغفار؟ نريد توضيح من فضيلة الشيخ، كيف يكون؟ هل يكون لفظي فقط أو يكون مصحوب بشروط أو ماذا يعني؟ طيب، نريد توضيح فقط. إن شاء الله الأخ سليمان، جزاك الله جزيلا لك، الله يبارك فيك. بارك الله. أخ الحديدي يقول إمام يصلي بالناس إلا أنه يقول ولا الضالين، وليس ولا الضالين. لهذا لحن فاحش في الفاتحة. نعم. وهو يعرض صلاته وصلاة المأمومين خلفه للخطر، شريطة أن يكون هذا الذي لاحظ عليه هذا اللحن بصيرا بأحكام التجويد، يعرف حقوق الحروف، مخارجها وصفاتها وحقها ومستحقها. أما أن يكون هو نفسه جاهلا لا يعرف، ثم يزعم بعد ذلك أن إمام صلاته يلحن، فهذا خطأ. الحاصل أنه إن ثبت أنه يلحن ولا يعطي الحقوق ولا يعطي الحروف حقوقها، فهذا لحن فاحش في الفاتحة، ويمكن أن يفضي إلى فساد صلاتهم. لكن لا يصح أن يتعجل في الحكم عليه، إذ قد لا يكون المأموم هذا الذي لاحظ عليه مؤهلا أصلا لتبين هذا الخطأ منه. وعلى كل، فمثل هذا ينبغي له أن يتعلم وأن يتقن التلاوة وأن يعرف أحكام التجويد، ثم بعد ذلك يتقدم للإمامة، وإلا تقدم من هو أكثر، من هو أحسن قراءة منه، والله تعالى أعلم. الآن إذن نبقى مع إن شاء الله مع فاصل قصير، ثم نواصل طرح هذه الأسئلة بحول الله تعالى، والعودة أيضا إلى شبكاتنا. بعد الفاصل نعود إليكم بإذن الله. يا من يحب الله أنست الهدى، لما اتبعت من المحبة أحمدا. من آي الذكر وشمس الفكر، اصنع المعروف فالخير يرد، من سقى يسقى ومن جد وجد. والإنسان المؤمن مصلحته أن يكون قريبا من الله عز وجل. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله تعالى يوفي الصابرين أجرهم بغير حساب. الأخوة الإيجابية الحقيقية ليست إلا التي تقام في الله عز وجل. يضيء القلب يرش الحب إذا مر. مرحبا بكم أعزائنا الكرام مرة أخرى في حلقة مفتوحة، نرجو أن تتوقف الاتصالات نظرا لأن الأسئلة كثيرة وأيضا في المواقع كثيرة. فضلة الشيخ، الأخت جنان تسأل عن الخلع، هل ينطبق عليه ما ينطبق على الطلاق الرجعي من جواز أن يعيدها الزوج إليه؟ لا، في كل الأحوال وعند القائلين سواء كانوا يرون بأن الخلع
إنما هو فسخ للعقد، أو كانوا يرون أنه طلاق، فعلى كلا القولين ليس هو بطلاق رجعي. يشترط رضا المرأة وإذن الولي، فلا يصح له أن يردها إلى عصمته إلا بعقد زواج جديد. إن كانت يعني إن كان يجوز له أن يردها أو أن يتزوجها من جديد بحسب حالات الطلاق المتقدمة. نعم. جيد. سنسأل سؤالا عن قضية المتعة في موضوع الخلع والمتعة في سؤالها الثاني، ولكن هناك شفاعة من الإخوة في السيارة حجزوا مكالمة قبل الفاصل. خليفة الفزاري. خليفة تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا خليفة. الحمد لله، نشكر الله، الله يبارك فيك. تفضل. لا يصل الصوت إلى الشيخ أحيانا. أهلا بك. تفضل. الله يجزاك. الشيخ بخصوص إمام كنت أنا أصلي بالمصلية صلاة الفجر. نعم. لما وصلت عند قوله تعالى وما أعلم جنود ربك إلا هو، يعني ما كملت في الآية ركعت. نعم. والرجعة الثانية بديت بالقراءة وما هي إلا ذكرى للبشر كمل. يعني من منتصف الآية. أنت فعلت ذلك متعمدا أم لأنه أغلق عليك؟ لا لا، سهوا، يعني اعتقدت أن الآية يعني انتهت هناك. طيب. لكن كنت قرأت آيات قبلها، يعني كأنك تقرأ سورة المدثر وقرأت نعم. طيب واضح. طيب واضح. وهل يعني صح يعني الابتداء في منتصف الآية مثلا؟ طيب إن شاء الله. شكرا جزيلا، الله يبارك فيك. الخلع أيضا لابد أن تعتد فيه المرأة بعد الخلع. نعم. يعني تدخل في العدة. سنسأل عن هذه العدة مع سؤالها الثاني، عاد تتكلم بعد ذلك عن المتعة كاملة بشكل واضح. حقوق المطلقة طلاقا بائنا من حيث المتعة، تقول هي قرأت هكذا أنه يمكن أن تحصل على هذه المتعة إذا لم يدخل بها ولم يسمي لها مهرا. ماذا لو دخل بها وسمى لها مهرا؟ هل لها حق المتعة؟ وكذلك غير المدخول، غير المدخول بها لها نصف الصداق. نعم. فإن كان الصداق مسمى فلها نصف الصداق المسمى، وإلا فلها مثل مهر، لها نصف مثل مهر نسائها، يعني مثلها من النساء يكون لها نصف ذلك المثل، ولها المتعة، وهذا هو قول الجمهور. لكن هل المدخول بها لها متعة أيضا؟ القول الأكثر إقناعا أن لها متعة، وذلك لأن الله تبارك وتعالى لما تحدث عن المتعة قال حقا على المتقين، فهو حق، وعلى تفيد التمكن والاستعلاء فتفيد الوجوب، والمتقين في الآية الكريمة، ولا ريب أن كل مسلم مأمور أن يكون من المتقين، ولذلك فالقول الراجح هو أن المتعة حق للمطلقة سواء كانت مدخولا بها أو لم تكن مدخولا بها. نعم. والمتعة أيضا يعني يمكن أن تكون، بل كتاب الله عز وجل يقول على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، فبحسب يسر المطلق أو ضيق ذات يده، والله تعالى أعلم. جميل. أخ عماد استمعتم إلى سؤاله، لم يتمكن من أداء صلاة الظهر، كان يطوف فأقيم للعصر. أخطأ ودخل في الخلاف، وما كان ينبغي له أن يخطئ، لأن أوقات الصلوات معلومة اليوم، فليضبط ما يؤديه من مناسك بحيث لا يوقع نفسه في الحرج. هذه وصيتنا الأولى له ولكل من يقع في مثل هذه المسائل. كثير من الناس يوقعون أنفسهم في الخطأ ثم يأتون يستفتون. الحاصل أن في مسألته خلافا، فمنهم من يقول بأنه يصلي الحاضرة ثم بعد ذلك يصلي الفائتة ثم يأتي ويصلي الحاضرة التي صلاها مع الجماعة، وهذا القول يعني لا شك فيه مشقة ودليله ضعيف في الحقيقة. نعم. وسبق أن يعني تعرضنا لهذه المسألة، لكن القول الراجح لا سيما وأنه في المسجد الحرام أن يصلي الحاضرة ثم بعد ذلك يقضي الفائتة، والله تعالى أعلم. نعم. هل له فضل الشيخ أن ينوي صلاة العصر معهم ظهرا؟ إذا أقيمت المكتوبة فلا صلاة إلا المكتوبة.
فنعم بعض الفقهاء قال بهذا القول، إلا أن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا يرد هذا القول. الأخ سليمان الغافري يقول: الاستغفار الذي يدعو إليه أنبياء الله سبحانه وتعالى يوجهون قومهم إليه من أجل استنزال المطر والرحمة، ما هو؟ الاستغفار هو طلب المغفرة من الله تبارك وتعالى، والمغفرة تعني محو آثار الذنوب، محو آثار ما اقترفه هذا العبد من آثام ومعاصي في حق الله تبارك وتعالى أو في حق العباد. فطلب المغفرة على هذا المعنى لا بد أن يكون منبعثا من انكسار قلب على ما فرط هذا العبد وعلى ما اقترف، فيندم في قرارة نفسه على ما أتى، ثم يتبع ندمه ذلك بطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى خالصا راجيا من ربه جل وعلا بكل تذلل وتواضع أن يمحو له آثار ما اقترف، دائنا له عز وجل أن يكون مطيعا له، منقادا لأمره، مستسلما لحكمه سبحانه وتعالى فيما بقي له من عمر. فهي ليست أي طلب المغفرة أو الاستغفار ليس كلمات ترددها الألسن لا معنى لها، خاوية من انكسار النفس ومن معاهدة الله تبارك وتعالى على حمل هذه النفس على المجاهدة فيه وعلى سلوك سبيل الصراط المستقيم، وإنما هي حقيقة لاعتراف هذا العبد بالخطأ الذي وقع فيه. وهذا لا يكون إلا حينما يشعر هذا العبد بلوعة المعصية التي اقترفها، فيلجأ إلى الرحيم الرحمن الذي وعد عباده التائبين المستغفرين أن يغفر لهم وأن يمحو سيئاتهم وأن يبدل سيئاتهم حسنات. فهذا هو معنى التوبة التي أو الاستغفار الذي كان يدعو إليه أنبياء الله تبارك وتعالى ورسله الكرام عليهم الصلاة والسلام، والذي أمرنا ربنا جل وعلا في كتابه الكريم أن نتوجه به إليه، حتى في المواضع التي نجد أن القرآن الكريم يتحدث فيها عن أرقى صفات عباد الله تعالى المتقين المحسنين الذين وعدهم بجنة عرضها السماوات والأرض، نجد هذا الوصف ملازما لهم. فالله عز وجل يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يبقى سؤال أخير من الإخوة في الاتصالات حتى نعود إلى التويتر مرة أخرى. الأخ خليفة وقف في نصف آية: ما يعلم جنود ربك إلا هو. نعم، هذه المسألة فيها خلاف. نعم، وطالما أنه قرأ مقدارا كافيا ووقف في موضع لا يقبح الوقوف عنده فهو سالم بإذن الله تعالى وصلاتهم صحيحة. ويبتدئ بالنصف أيضا، وأيضا هذا الخلاف موجود، هل يمكن أن يقف في منتصف الآية دون أن يكملها؟ وطائفة كثيرة، وعلى هذا أيضا أصحابنا المغاربة طائفة من المذاهب الإسلامية، يرون جواز ذلك في الآيات الطويلة شريطة أن يقف في موضع يحسن الوقوف عنده، فإذا ما بدأ أيضا يبدأ في موضع يحسن البدء به. لكن لا يصح أن يتخذ، لا ينبغي أن يتخذ ذلك عادة، لأنه يمكن أن يحدث إرباكا عند المصلين، لأنهم لا سيما إن كانوا ممن لم يعتادوا على ذلك، وكان ما اعتادوا عليه أن يكون الوقوف عند نهاية الآية، وأن يكون مبتدأ القراءة بعد ذلك أيضا من مبتدأ الآيات القرآنية. جميل، إذن يكفي هذا. طبعا هو الأخ خليفة ذكر بأنه فعل ذلك سهوا، ولكن الآن في صلوات التراويح السريعة ربما تحدث هذه. طيب، نأتي إلى أسئلة الإخوة الآن في الموقع. يقول إدريس الرحبي: لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف:
فما استطاعوا، وفي آية أخرى وما استطاعوا بالتاء. باختصار فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. الزيادة في المبنى يقابلها زيادة في المعنى غالبا. فالرقي على الردم أسهل من إحداث ثقب فيه. فأن يحدثوا فيه نقبة يحتاج إلى معالجة وإلى جهد وقوة ووسائل، ولذلك ناسب ذلك الإتيان بفعل مزيد وهو فعل استطاعوا، والله تعالى أعلم. أحد الإخوة يسأل يقول: شخص لا ينام من الهم ويحلم بأحلام مزعجة جدا، وذلك بسبب أخذه قرضا ربويا من البنك، فبماذا تنصحه؟ وهل صحيح أن الله تعالى لا يقبل منه أي عمل بسبب هذا القرض؟ لهو جدير أن يطير النوم عن عينيه وأن يكون في هم وقلق، لأن المعصية التي قارفها ليست بمعصية يسيرة يمكن أن يهمل المرء ذكرها، بل هي محاربة لله تعالى ولرسوله، كما قال ربنا جل وعلا: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وحينما عدد رسول الله صلى الله عليه وسلم الموبقات ذكر منها الربا، وحينما أيضا ذكر الربا قال: لعن الله الربا وآكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقالهم سواء، يعني في الإثم. ولذلك فهي كبيرة جديرة بأن يشتغل بها قلب المسلم وأن يهتم بها وأن يحزن لما وقع فيه، إلا أن المقصود من مثل هذه المشاعر أن تكون سببا دافعا له إلى التوبة والخلاص. فعليه أن يسعى جاهدا إلى أن يتخلص من ربقة هذه المعاملة الربوية التي أوقع نفسه فيها، وأن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. مبتدأ ذلك أن يستغفر ربه، وأن يندم بعد أن يندم على ما فرط وأتى، وأن يعاهد ربه على أن لا يعود لمثل هذا الفعل. يدين لله عز وجل بالتوبة النصوح، ويدين له بالخلاص قدر استطاعته، فيسعى إلى أن يتخلص من هذه المعاملة، أن يؤدي الحق الذي عليه. إن كان يستطيع أن لا يؤدي إلا رأس المال فذلك هو المأمور به: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. وإن كان الخطاب إلى من يأكل الربا فإن على المؤكل نفسه أيضا أن يسعى إلى أن يقتصر على رأس المال، ما لم يكن في ذلك إلزام من جهة خارجية يمكن أن تؤدي به إلى أضرار جسيمة على نفسه وعلى عياله، فحينئذ ليقتصر على رأس المال، وإلا فليتخلص بدفع ما عليه قدر استطاعته ولو ببيع شيء من الأصول التي يستغني عنها. والله تعالى أعلم. وليثق تماما لأن الله عز وجل وعد هؤلاء المقبلين عليه بالتوبة النصوح المصاحبين اللازمين للتقوى، وعدهم في قوله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فوعدهم بأن يفرج عنهم كربتهم وأن يفتح لهم يعني سبل الرزق، والله تعالى لطيف كريم. الحمد لله. الأخ سعيد الهنائي، طبعا سؤالك عن الصلاة على الكرسي وأين يكون، في السترة أو في الجنب، هذا موجود، ويبدو أن الطاقم في البرنامج بحول الله تعالى سيساعدون الإخوة الذين يطرحون أسئلة متكررة، مثل حاتم الرحبي أيضا الذي يسأل عن الصائم الذي لا يصلي. أجاب الشيخ طبعا عن السؤالين، إذا كان لكم تعليق موضوع الكرسي أنا موضوع. طيب هذه ستنزل إن شاء الله. يبقى عمر يسأل أيضا: امرأة كانت تعاني من آلام الدورة وتنتظرها وهي صائمة، وبعد صلاة العصر رأت نزولا للأوساخ فاعتقدت أنها الدورة وأفطرت، وبعدما رأت الأوساخ بعدما رأت زيادة رأت زيادة في الأوساخ لكن الدورة لم تنزل، وصلت المغرب والعشاء والألام مستمرة ولكن بدون أي علامة. لا، هي ما عليها إلا القضاء. تعجلت في الاعتداد بتلك النوازل على أنها حيض، لكن هذه شبهة كافية، فما عليها إلا قضاء صيام ذلك اليوم، والله تعالى أعلم.
الأخ أيوب يقول: هل يجوز للمرأة الصائمة أن تطعم رجلا مسنا لا يستطيع الصيام، علما بأنه لا يقوى على الإطعام لأنه فقير وليس له من يقوم به؟ ما المقصود بأن المرأة مسنة، المرأة الصائمة تريد أن تطعم رجلا مسنا لا يقدر على الصيام علما بأنه لا يقوى على الإطعام، يعني بمعنى أن تفطره ربما أو تعطيه الطعام يعني في نهار رمضان، كان هو معذورا أي نعم. لا يستطيع الصيام، فهل تريد أن تتركه ليموت يعني؟ لا شك أنه معذور، فيجوز لها أن تعطيه الطعام وينبغي لها ذلك، لا سيما إن كان أحد الوالدين، كما أنها عليها أن تطعم ولدها لأنه غير مكلف، كذلك الحال بالنسبة لكل من كان معذورا، سواء كان مريضا أو كان شيخا مسنا لا يستطيع الصيام، أو كان مريضا مرضا مزمنا لا يستطيع معه على الصيام، كل هذه الحالات مرخص لهم الفطر، فلا حرج على من يقوم بشأنهم أن يطعمهم. ربما القلق في السؤال من كونه رجلا غريبا عليها وهي امرأة صائمة، يعني ليست من أقاربه، أن تقدم له الطعام لا يعني إذن أن تلقمه الطعام، تقدم له الطعام إن كانت ممن يتولى تمريضه أو كانت طبيبة وتخشى عليه من الهلكة، هذا باب آخر، هذا لا إشكال فيه، هذا مستثنى بداية. هو لا يقوى على الطعام يقول، هذا الذي يعني جعلني أسأل عن معنى السؤال، ما معنى أنه لا يقوى على الطعام؟ لا يقوى على تناول الطعام، لا يستطيع، ما حرج عليها إن لم يوجد ممكن تعطي. الأولى أن يتولى ذلك يعني من نسائه، فإن لم يوجد فلا حرج عليها إن شاء الله. جميل. الأخ أحمد السيابي يقول: ما رأي فضيلتكم في سورة يوسف حيث وصف الله تعالى قال قائل منهم دون تحديد لأخ معين، في موضع آخر قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله، بتحديد كبير إخوتهم خاصة. يقول: إن كان في الواقعتين هو أخ واحد فما سر التعبير بالتعيين وعدمه؟ لا هذا قول موجود عند بعض المفسرين لكن لا دليل عليه. أن القائل واحد في المرتين هذا قول ذكره بعض المفسرين لكن لا دليل عليه، ولا نجد في السياق ما يسعف إلى هذا الاستنتاج، والله تعالى أعلم. أتمنى أن تكفينا هاتان الدقيقتان. الأخ أو لا أدري هنا اسم ليس مقروءا، لماذا حرمت أعياد الميلاد وعيد الأم بحكم أن الإسلام له عيدان فقط، في حين أن الناس يحتفلون بذكرى المولد النبوي والإسراء والمعراج؟ ونضيف إلى هذا السؤال لأن اللبس واحد، ولماذا حرمت بعض العادات الدخيلة أيضا مثل تلبيس الدبل والفساتين البيضاء، وأخذنا منهم الاختراعات كالسيارات والطائرات والهواتف؟ نعم، أما الذي يتعلق بشخصية المسلم بمسلكه في هذه الحياة وما يحدد له خلقه وسجاياه وما يرسم له هويته عن غيره، فهذا لا يستقى إلا من مصادر شريعتنا الغراء، لأن هذا الدين جاء ليرسم لأهله هويتهم المميزة لهم المؤسسة على دين الله تبارك وتعالى في عقيدته وفي شريعته وفي أخلاقه في تصوره لهذه الحياة ولما يعقب هذه الحياة، فلا يليق للمسلم أن يأخذ موارد أخلاقه وطبائعه وطرق معاملته وفي عاداته اليومية من غير أهل ملته. لا نتحدث عن الوسائل، فالمخترعات والمكتشفات هذه وسائل هي غير مصحوبة بما نعرفه نحن اليوم بثقافة، وإنما أي بمعاملة وأخلاق وسجايا وطباع وطبائع، وإنما هي وسائل مستخدمها هو الذي يتحكم في كيفية استعمالها وفي الغرض الذي يستعملها من أجله، فلا قياس أبدا بين هذه الوسائل، بين هذه التقنيات التي يستخدمها بنو البشر جميعا وبين العادات في الأعياد أو في المناسبات في الأفراح وفي الأتراح، هذه لها جذور
ولا تخلو أمة من الأمم، حتى ما يظنه الناس اليوم أنه من عموم العادات العادية، إلا والأبحاث العلمية المتعلقة بالبحث في عادات الشعوب والقبائل وتقاليدها وجذورها الاجتماعية، إلا وهي تسند هذه الممارسات وهذه الأفعال إلى جذور دينية بالمفهوم الواسع، قد لا تكون دينية أي قد يمكن أن تكون وثنية، وهذا موجود في كثير من الممارسات كما هو الشأن في شأن في موضوع الدبلة على سبيل المثال. إذن لا يصح لنا أن نخلط، وعلينا أن نتقن فهم أن هذا الدين جاء ليرسم ليصبغ هوية المسلمين بصبغة موافقة للفطرة للفطرة السوية فيها من الاعتدال والتميز والوسطية وحسن الخلق وحسن المعاملة مع الآخرين، المبنية على الإيمان بالله واليوم الآخر، المؤسسة على حسن تصور للدنيا والآخرة، ما يغنيها عن الأخذ من عادات شعوب لا نعرف أصولها وجذورها وأسسها ومراميها ومقاصدها. وفي كثير من الأحيان يظن، آسف على الإطالة، المسألة تستدعي، في كثير من الأحيان يظن كثير من الجهل أن تلك الممارسات والأفعال لا تمت إلى دين بصلة ولا تمت إلى جذور لها علاقة بالدين بأي علاقة، بينما الأمر على خلاف ذلك تماما. وما من أمة إلا وهي تسعى أن تبين مزاياها وخصائصها ومعالم هويتها بأحسن ما يمكن. أما أن تسعى إلى أن تقلد غيرها وأن تكون تابعة لغيرها في أعرافها وعاداتها وتقاليدها ما لم تكن موافقة لدينها وشريعتها وأخلاقها، فهذا لا شك أنه من الضعف والهوان والمذلة التي يربأ عنها العقلاء من المسلمين. وما أصاب المسلمين اليوم ما أصابهم إلا من جراء تقليدهم لغيرهم في تلك الأفعال والعادات والأعراف، في حين أن غيرهم يتميز بعاداتهم ويفتخر بها، أما نحن فنفرط فيها ونجادل أيضا حينما ننصح أو ننبه إلى أن هذه العادات وهذه الأعراف لا تليق بنا لا في ديننا ولا في شريعتنا ولا في أخلاقنا، فنأنف عن ذلك. ما هذا إلا ناشئ عن أمراض قلبية وضعف في الاعتزاز بالانتساب هذا الدين، ولا يمكن أن ترقى هذه الأمة إلا حينما تعتز بدينها وهويتها وتتمسك بها في تفاصيلها كما في كلياتها، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ، شكرا جزيلا لكم. أعزائنا نشكر وإياكم فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان خروصي ومساعد مفتي العام للسلطنة، نشكركم أيضا، نلقاكم غدا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.